ندخل في الصلاة لابد أن نأتي بشروط الصلاة. نمزر جدزني بجا نمزر دتيوفني بجا يا بجا شروط الصلاة شو أم دي تصنوي. الشرط الأول الإسلام فلا تصح صلاة الكافر. يا بددو قاكور إسلام راش صخر إسلام ميتنر سألتم بابشا جورم نمزيشما أبزريقيشم. لا تصح صلاة من يسب الدين يلعب بالدين الإسلامي. صخم دينم يرجعما دينم شحاء أي جي أمرا جي أما أبي نمزم زريقيشم. ولا تصح صلاة المجنون. أو دقبسو صخم يشحم زقور يلاجة أبي ينمزم زريقيشم. ولا صلاة السكران. أو دقبسو صخور يفاما شفما أبينا مزم زريقيش أم. نعم وكذلك تصح صلاة الصغير إذا كان يميز يعرف السؤال والإجابة يعرف أن هذا ماء هذا نار مثلا. أبي مشحو سبيم نمز يشاوشتما يشارق قروء أما وجيز خيشتو خواما أبينا مزر صحيح أبينا مزر تمامش. ولابد أن ننوي بهذه الصلاة أنها لله. نمزم د تيوفانا وج اما لنشو نيت دي انخوي انا مزرع لحشخوام شحا لحشخوام بابشا زردشر. النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. نيتر جي اسر نيتم قراقز ديشر قراز ديشر بزاقجا قبسلنور ار بدعج. ولابد ان نصلي على وضوء تكون الصلاة اما بوضوء او باغتسال. أبخدو أما لنشاش دنا مزر تشنو أن ديزر تغو. ولابد من إزالة النجاسة يعني لا تصلي وعلى بدنك نجاسة أو في ثوب نجس أو في مكان نجس. أو دا قبسو نمزم تيوفان يبجا نجاسة يوي شفم تيشما يوي شغنم تيشما يوي شباز دبشم يشما أر أما لمؤو أبخن خيش طبغ قبزن خيش. ولابد من استقبال القبلة استقبال الكعبة استقبال مكة. أو دقبسو نمزر شابتزان يبجا قبلة جز بغزاوش تنخوي كعبة جز بغزاوش تنخويش. ولابد من دخول الوقت لا يصح أن نصلي قبل وقت الصلاة. أو دقبسو نمزر شابتزان يبجا نمزم يوخترقي حاوش تنخويش خنو أم نمزر بشو نمزر يوخترقي محاوة. ويحرم تأخير الصلاة عن وقتها. أو دقبسو حرمش نمزر بشجنو بلا بغجنو يزمان ريجه. ولابد من ستر العورة يعني أخذ كامل الزينة في الصلاة. أو دقبسو نمزم تيوفان يبجا وي عورات رجب خمان هوي وي بشبق رجب خمان هوي.